ذكرت الآن النوافل، هل من نصيحة؟ النصيحة من وجوه متعددة. أولا هو حرم نفسه أجرا عظيما، وحرم نفسه من أمور تجلب له محبة الله، فإن الله قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وحرم نفسه من حديث الرسول عليه السلام: إنك لن تسجد لأي سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وأيضا قد يكون في الفريضة إخلال فالنافلة تعوض هذا الإخلال ويمنع نفسه من الترقي في الجنان. بارك الله فيك.